سلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كتعاودوا؟ عرفتوا شحال ما صورت لكم شي حاجه، واليوم هاد لا فيديو انا بديته معكم من الغدا. يلا بديت كنوجد الغدا وانا نقول شحال هذا ما شاركت شي حاجه مع المتتبعات، وتوحشت نصور لكم ونهضر معكم بحال هكا. وانا نقول اجي داكشي اللي غادي نديرو في نهاري غادي نشاركو معكم. دونك بديت الغدا ديالي ودرت الطاجين، ودرت واحد الطريقه سهله. خديت الدجاج، درت فيه لقامه من بزار ملحه، خرقوم وديوس كنجبير مع شويه الماء، وحركتهم مزيان. ما شدتش فيهم لقامه لانهم كانوا كونجلي، ولكن معليش من بعد نوريكم كيفاش كيجيو، راه تيجيو بنان. ابخي حطيتهم يتقلاو شويه مع شويه الزيت، وبطاطا ديالي اللي قطعتها وحيدت ليها القشره درتها في ديك الخلطه اللي شاركت معكم. من بعد غادي نحيد الدجاج بعد ما تقلى، وغادي ندير شويه ديال البصله اللي انا قطعتها دوائر، وغنعاود نحط فوقها الدجاج اللي انايا قليته شويه في الزيت مع لقامه. من بعد غادي نحط فوقهم البطاطس، وغندير ديك لاصوص ديالي، وغنخليهم يطيبوا على عافيه مهيله. بزاف اللي كتسولوني على هذا الطاجين، هذا التحت ديالو اينوكس والفوق ديالو بورسلان. لانكونفينيون ديالو البنات هو انه لا طيبتي في عافيه اللي هي مجهده تحرق لك، خاصك ضروري طيبيه في عافيه اللي هي مهيله. الوغ الطاجين درتو ليا، والاكله الثانيه درتها لواحد الناس كانوا معايا ما بغاوش الطاجين، انا كنت مش هي الطاجين ديال البطاطس والزيتون، فدرت لهم هذه الاكله راه عندها واحد السميه غير انا مشات ليا. انا اش كندير فيها؟ الطريقه ديالي سهلة. كناخد الدجاج مع البصله اللي كنطيبها مع الزيت، كنشحرهم مزيان، من بعد من كيطيبوا ليا كندير فيهم كريم دو كويسون، ومن بعد كنزيد عليها الفرماج احمر وتنخليهم يطيبوا مزيان، وكنعاود ندير فوقهم ديك الخلطه ديال الدجاج، كنزيد الفرماج وكندخلهم الفران اللي كنشعل عليه من الفوق من التحت. المهم هو ان داك الفرماج تيذوب تيتحمر ليك، وهالاكله ديالك وجدات. دائما فرحي براسك كيما بغيتي تكوني، حطي لك احسن ما عندك، وفرحي براسك وصبقي راسك في كل شيء. حطي الطبيله ديالي كالعاده، حطي داكشي بطريقتي اللي كتجيني انا مزيانه، وبداكشي اللي عندي. دائما راه العين كتاكل قبل، وفعلا البنات فاش كنحط بلا بحال هكا تنعقل على راسي، ولا مشيت كنت مزروبه وبقيت غير تنخربق تنحس براسي بحال اللي ما كليتش. فانا ولفت راسي انني نتهلا فيه، ففاش ما كنتهلاش فيه كيحس بيا، فعطي الاولويه لراسك. انا ديما تنقول لكم هاد الهضره. الطبيله ديال الغدا ديالنا كانت هي هادي، وبالصحه والراحه. اللي ما صورتش لكم وانني فاش كنت كنجمع الطبله جاني ابيل، واليوم ما غاديش نتعشى بوحدي، وانا كنت ديجا وانا كنبريباري الغداء وتنجمع شي حوايج ما صورتهمش لكم. كنت وجدت الحريره، كنت كنقطع وكنقاد وكنصوب، لان قلت امام طون واقفه واقفه اجي نقضي كل شيء. بالضبط البنات الماكله تنبغي من نوقف في الكوزينه نوجدها كامله، من فطور غدا وعشاء، باش من كنخرج صافي كنتهنى من الكوزينه. طياب بالضبط عاد عندي مهمه اللي ثقيله، ففاش كنوقف وكنجلس في الكوزينه طيب كنبغي نطيب الوجبات كامله. ما عرفتش راكم بحالي ولا لا، ولكن فعلا طياب من المهام اللي عاده كتجيني صعيبه بزاف. كيجيني كل شيء اللي الدواء، يعني نطرف نمسح نطوي نقاد نصوب، ولكن ديك لا روتين ديال كل نهار وجدي فطور وجدي الغداء، واللي صعيب في هادشي ما هو الفطور ما هو الغداء، هو داك العشاء اللي كتكوني عيتي ودوزتي النهار ديالك كله وانت كتجري ما بين الدار والخدمه والوليدات، وكتجي الوقيته ديال الليل وخاصك تنوضي باش توجدي الماكله. صراحه ما سهلاش، والناس اللي غيقولوا راه غير عشاء هذاك، جرب انك تعود مهمه واحده حياتك كامله، تيقني غتجيك صعيبه. الحوايج اللي كيتعودوا صعب انك تبقى ديرهم بنفس طاقة وبنفس الشغف وبنفس القوة، مع الوقت ضروري ما كتعيا. فأنا الحل أي هاد الأيام اللي لقيته هو أنني فاش كنوض نوجد كنوجد كل شيء في خطرة باش كنتهنى. دونك غير جاني لابيل كانت صالة حالتها، هادشي فعلا كانت صالتي بحال هكا، لأن ما كنتش بوحدي في الدار، كانوا عندي ضياف، فبالتالي أكيد الصالون ديالي ما غيكونش مرتب. وحتى بعض المرات فاش كنكون بوحدي راه داري ما كتكونش ديما مجموعة البنات، باش تكونوا عارفين ديما تنقولها ليكم، سيرتو في الويكاند كنكون غير انا ما كيكونش اللي كيعاوني. فيلاه كنتكافى مع انني تكون عندي تقضيه في الدار، مع انني نستف كل حاجه بلاصه ديالها، نوجد لو بروغرام ديال الماكله ديال لا سيمين. ففاش كنكون كنصور لكم اكيد كنقاد بعض الامور باش كيكون يبان لكم التصوير احسن، ولكن الحقيقه هو اكيد بعض المرات كنكون قاده انني تبقى داري ديما نقيه، وبعض المرات كنعيا ما كتكونش نقيه. فسيدات اللي تعانيو من هذه القضيه ديال ملي كيشوفوا مثلا الدار ديال شي وحده ديما نقيه، تبدا يقولوا علاش انا داري ماشي نقيه، راه هذيك ماشي هي الحاله الدائمه ديال ديك الدار، مره نقيه مره لا. لانك الا كنتي عايشه في الدار سي نورمال غادي ترون، وبعض المرات كتكوني قاده انك تجمعي، وبعض المرات لا يحصل العوان، يا اما الخدمه يا اما مريضه يا اما شحال من حاجه. فراحتك ما تربطيهاش بالنظافه ديال الدار. واخا انا هاد القضيه مازال ما قديتش عليها 100%، ولكن فعلا راحتك ربطيها بحوايج اللي
تقد عليهم صحتك. انا بالنسبه لي هاد الايام تنقول الا لقيت غير ماكلتي مقاده ومصوبه ونقيه ومحطوطه، وانا كنت مرتاحه ومصليه في الوقت التالي وجالسه مع العائله ديالي قدام خدمتي، كنقول الحمد لله. واكيد فاش كنكون في دار مرتبه ومنظمه هاد القضيه كتساعدني اكثر، فكنحاول مره كننجح في الترتيب مره لا، وغادا الحياه والحمد لله. الحمد لله القضيه ديال الحساسيه ديال الترتيب ديال كل حاجه في البلاصه ديالها بالاتقان المطلوب ما بقاتش عندي كي كانت، يعني راسي عاد كنتحكم فيه انني نخليه ناشط مع الامور اللي واضحه وسهله. وسبحان الله هاد النهار واخا هكاك مرزاق شحال من حاجه توفرت بانني نقاده، بحال وصلني الطابلو اللي كنت كنتسناه شحال. قلت لكم في انستغرام لكم هاد الايام تاني مشهيه بزاف اللون الازرق، فكومونديت عند امينه واختها واحد الطابلو يكون فيه واحد لوتام ازرق ووصلني. هاد الطابلو بنات راه سيغ توال مرسوم بالايد وتيوصلكم بالسيرتيفيكا ديالو، راه ديجا لي طابلو ديالي كاملين من عندها راكم عارفين، بنيتها كاينه فاس هي واختها اللي همايا تيرسموا ما شاء الله عليهم اي تام بغيتي. وهاد لو بلاكار هذا درت فيه لي فاز اللي كانوا عندي غير دايرين في الدار، ويبان ليا خاوه نقول اش علاش لي ما نحطش فيه هاد لي فاز، وفعلا جاو فنين صغيورين كانوا عندي شحال وانا مخبياهم. وهذا اللي كتشوفوه هو ماماهم، ديما تنقولها كنت حاطاهم تحت من ماماهم مدرقين في البلاكار، واليوم جبتهم درتهم في البلاكار اللي هو باين وجازوين. وهذا سبحان الله لقيتهم بواحد الثمن ما عاودتش لكم، الا قلت لكم غتصدموا، ثمن جد 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 رخيص، والثمن الحقيقي ديالهم راه غالي، وانا طحت فيهم في واحد البلاصه بثمن خيالي. ان شاء الله من بعد نشارك معكم شي ميزات زوينين باذن الله. وبهكا قديت لو بلاكار ديالي، حطيت الطابلو ديالي وجمعت لو صالون اللي هو كان مرون، اما بيت صغير الحمد لله كان نقي، لي تواليت كذلك كانوا مقادين. دونك ما بقى لي دابا غير انني نعطر الدار وندوز لاسبيراتور للدار كامله. والبنات فاش درت لو طابلو في داك اللون ديال البلو حسيت بيه بحال اللي فتح ليا الدار، فريمون كنت محتاجه لشي لون من غير الباج يكون عندي، يا اما البلو ولا الفير. وهاد الفير علاش عجبني؟ حيت كنمشي عند اينامي اللي عندها بزاف البلو في الدار، كنشوفها حاطه ديفاس في البلو، حاطه حويجات زوينين في البلو، بقى لاصق لي في راسي. وفاش خديت هاد الطلامطه هادو بان لي فيهم واحد شويه ديال البلو، وقلت ان شاء الله من بعد غادي نبدل لي بتي كوسا نديرهم في البلو، وغادي نجيب هاد الطابلو بالبلو باش نقاد هكا كليسه اخرى. حيت التغيير قلت لكم ماشي بالضروره تبدلي كلشي، غير بعد اللمسات اللي خفاف كيعطيوك تغيير كبير. دابا غادي ندوزو لونطري ديال الدار اللي كيجوني عليها اسئله بزاف. هاد لونطري البنات انا درتها بطريقه اللي هي ديكوراتيف، وفي نفس الوقت درتها بطريقه اللي هي عمليه، بمعنى زدت فيها دي بلاكار اللي بيهم دايره فيهم بزاف الحوايج. كاين لي بلاكار مثلا اللي كاين عندي في الدخله، هادوك البنات راكم شفتو دايره فيهم لي ناب، كنطويهم تنحطهم تماك، جاوني حدا الصالون فما كتكون عندي شي عراضه كنجبد ديك الطبله ديال المقص وكنجبد لها ناب ديالي وتنفرشو وها انا طرونكيل. اما بالنسبه لهاد بلاكار كبير فهذا كنت شاركت معكم الطريقه اللي نظمته بها، فريمون جمعت ليا بزاف. اول حاجه كان عندي مشكل في الصبابط، كيفاش غادي نحطهم وفين غادي نديرهم. الصبابط ديالي كاملين دايرهم هنا، غير هو في الاول كنت حاطاهم بطريقه خايبه ما كنتش دايره المنظمات. من بعد حيد داكشي اللي كنت دايره، والتقسيم اللي درت في الاول ما كانش عملي، ولكن انا خليته بحال هكاك، ومن بعد قلبت لي على منظمات اللي جاو مناسبين. حيت الصبابط ديالي مسحت ديك البلاصه. واحد الحاجه لونطري ديال الدار فاش كدير فيها الصبابط، لانكونفينيون اللي كبيره انا كنشوفها هو ان الريحه، ضروري ما كل شويه خصك تمسحي بجافيل وتعقمي، ويكون عندك تماك شي حاجه ديال الريحه، لان الصبابط ضروري ما كيعطيو الريحه راكم عارفين. اما من ناحيه زعما البلاصه فانا كنشوفها البلاصه المناسبه، كيبقى فقط مشكل ديال الريحه، خصك كل شويه تمسحي وتحطي معطر تماك باش ما تبانش الريحه خايبه. بالنسبه لي خدمت هاد المنظمات هادو اللي درت كل واحد فيهم الصبابط ديالهم، وهادو البنات شنو كندير فيهم؟ كناخذ زيت الاساس وتندير فيهم قيخل ديال زيت الاساس باش هكا الريحه كتكون ديما زوينه. والصباط ديالي اللي كنخدم يوميا ما كندخلوش ديك الساعه، كنخلي واحد البلاصه لتحت خاويه هي اللي كنحط فيها الصبابط اللي تنخدم ديما، وديما تنحرص على انني نمسحهم لتحت من جافيل، ماشي كل مره، مي مره في الاسبوع عندي ديك القضيه ديال انني الصبابط ديالي خصني ندوز عليهم تحت من جافيل، وخاصني نعاود نعقم ونعطر باش الريحه كتبقى مزيانه. راني قلت لكم الديكور ديال البيت ديالك كيكمل بالمنظر الزوين اكيد اللي كيكون على حسب الذوق ديالك، وتيكمل بالريحه الزوينه. الا كانت دارك نقيه ومقاده ومنظمه
ومن كتدخلي كتشمي شي ريحه مزعجه، لانك راكم عارفين سيرتو لي زابارتمون اللي ما كنتيش كتايري الدنيا، اللي ما كنتيش كتعطري، اللي ما كنتيش عندك واحد لا روتين في الريحه ديالك في دارك، راه الماكله اللي كطيبي كتلصق لك بزاف في الحوايج، كتلصق لك بزاف في السقف، فبالتالي من كتدخلي كتشمي واحد الريحه وكتعودي تقولي هذه هي ريحه الدار، هذيك راه ما ريحتش الدار، هذيك الريحه اللي انت ما عرفتيش كيفاش تخلصي منها. فانا شنو كندير؟ ضروري ما كنايري الدار في الصباح، واكيد كننظف ونعقم الحمامات وكنسد مزيان القادوس ديالي، وعاد مؤخرا عاد كندير دي بارفوميونس اللي كنخدمو مع الديفيزور. انا غنشارك معكم كلشي. دابا غادي نسالي معكم الترتيب من الحوايج اللي نفعوني كذلك في هذه المنظمه ديال الداخل، هما هادو اللي تنعلقهم غير كندخل من الدار، اي حاجه كنت لابساها كنعلقها تماك. بالنسبه لدوك المنظمات هادوك البنات درت فيهم كاع لي ساك ديال التقضيه، يعني الا كنت خارجه نتقضى راني عارفه منين غنهز لي ساك، ومن كنكون راجعه راني عارفه فين غادي نحط الساك ديالي وفين غنحط المونطو ديالي الى اخره. دونك غير ساليت الجميع، ساليت المسيح، غادي ندوز باش نعطر الدار. هذا ديال العود ريحته تتحمق، رشيت منه حتى ديك البلاصه ديال البلونط مع كتعود لعبه دور بحال ديفيزور كتلق ديك الريحه، وكذلك في الظلام رشيت باش كتبقى الريحه، وبهكا داري عادت ما شاء الله. وبالنسبه للحمام درت فيه كذلك ديفيزور وخليته، وفريمون ريحه داري عادت مختلفه. صافي الحمد لله، الحريره ديالي راها واجده. دابا غادي نحط الماعن ديالي اللي غادي نخدم، كلشي واجد منسوح مقاد مصوب. طبلة ديال المقاس غادي نحطها، غادي ندير فوقها لناب، وغادي نحط الماعن ديالي. عاد من بعد غادي نمشي نبدا نحط كل حاجه بشويه بشويه. هنا البنات في هذه اللحظه راه جاو الناس، دونك انا هذه المره شنو درت؟ ما حطيتش الطبلة ديالي عاد جاو، لا حطيت الماعن في الكوزينه وجدت الماكله ديالي كلها في الكوزينه، وجاو وجلسنا وهضرنا وضحكنا وشربنا القهوه كلينا كاطو. عاد من بعد فاش وصلت الوقيته ديال الماكله مشيت حطيت الطبيله ديالي، وهنا معايا الكتكوت الصغير ضروري ومؤكد، والماكله ديالي كانت بسيطه. الهدف من الضيف من كيجي لعندك هو انك تفرحي بيه بداكشي اللي انتي عندك في ديك الوقيته. فانا فعلا الوقيته اللي جاني فيها لابيل كان داكشي اللي عندي، وكان داكشي اللي واجد، والناس الحمد لله فرحوا كما انا فرحت بهم. فرسالتي لك حاولي تكوني بسيطة في معاملتك مع الناس، وفرحي بيهم بداكشي اللي عندك. جاو عندك في الوقيتة اللي كان عندك فيها الوقت انك توجدي حاجة كبيرة وبغيتي توجديها وجديها، جاو عندك في الوقيتة اللي انت كنتي وجدتي واحد الحاجة وما عندكش الوقت باش تخرجي تقداي وتعودي توجدي ازيرو، داكشي اللي عندك حطيه بطريقة زوينة وفرحي بيهم من قلبك، فاكيد داكشي غادي يوصلهم. الو الحمد لله داز عندي النهار زوين، كان عندي شوية ديال الجرى، كان عندي شويه دقيقه ديال ستريس ماشي بزاف، فقلت غادي نختمو باحسن هديه. انا بعد الهديه اللي كنبغي جوج الحوايج، يا اما ماكله زوينه او انني نمشي لشي سبا ونتهلا في راسي. واليوم انا جبت لكم الصبا حتى للدار. اول حاجه نوريكم طريقتي والله حتى غادي ترتاحي. اول حاجه تندير ريحه زوينه في الحمام، درت انا ديفيزور، كاين اللي كيدير شميعه، كاين اللي كيطلق العود، كل واحد وشنو كندير. انا جو بريفير ندير ديفيزور، ودرته بالريحه ديال الشاي الاخضر، رائع رائع رائع. من بعد البنات غادي ندير صابون البلدي. صابون البلدي اختاريه يكون رطيطب وما تكونش الريحه ديالو قاصحه، حيت ديك اللي ريحه قاصحه ردي بالك راه ما تيكونش طبيعي. فانا اختاريت هذاك اللي رطيطب اللي مصوم من زيت الزيتون. اي فريمون البنات هنالك فرق بين صابون البلدي وصابون البلدي، واكيد حنا المغربيات عارفين. بالنسبه للكياسة اللي تنخدم، تنخدم كياسة اللي كتكون رطبه، لان عندي لابو شويه حساسه، وكندوز لاحسن مرحله عندي اللي هي المرحله ديال الغسول. هذا الغسول البنات مخلط باللويزا. ما نعاودش لكم على راحه وعلى احساس ديال الهدوء اللي كتحسي فاش كدهنيه وكتشمي ديك الريحه ديال لويزا، وكتحسي بلو كور ديالك فريمون تياخد شي حاجه اللي هي صحيه، وميم طون كيعطيك ديك لافي ديال الراحه. اي هادشي اللي درت البنات، وهادشي اللي درت البنات، كدهني في لو كور ديالك كامل ما عدا وجهك. وجهك ما كتقربيش ليه، هذا ديال لو كور، كتسني شويه ومن بعد كتغسلي، وغتحسي براسك عندك سبا في الدار. غير هو الفرق هادي ما كتخلصيش ديك الساعه 500 درهم وكتخرجي، هادي كتكون عندك وكتبقى عندك كتخدميها عده مرات. صافي غير ساليت البنات، خليت زيت ارغان. الميزه في هاد زيت ارغان هو انه ما فيش الريحه و 100% طبيعي، وراكم عارفين الوقيتة البرد كيكون البشره ديالنا جافه، هذا اللي ضغط بواحد الطريقه انكرويابل. اللي غيش اون فيتامين او دونك دهني في لو كور ديالك، في وجهك، في شعرك، في الضفيرات ديالك، اللي مانيفيك. راكم عارفين الايمات كندير واحد تريتمون قاصحه
وكندير الحوايج الطبيعيين للوجه ديالي. دونك كندهن هاد زيت ارغان، الحمد لله الحمد لله ما لقيت معاه لا حساسيه لا حتى شي حاجه. دونك كندير نقطات خفاف، درت فوجي، درت في الطفيره ديالي ودرت شويه في ويداتي، ومن بعد خديت تيزان والحمد لله الحمد لله نهاري سالى بطريقه رائعه. وكان هذه هي الهديه لراسي، هاد لو باك هذا البنات من عند تينهينين اللي منهم نيت كناخذ لي بارفان دومبيونس ولي ديفيزور ديالي. جو ريكوموند، عندهم اون بون كاليتي و فريمون سبا في الدار. وغنخلي لكم الكونت انستغرام ديالهم بالنيميرو تليفون وبكلشي، وراه دايرين فيه اون بروموسيون الا كنتو مهتمين. زوين بزاف البنات، ما تندموش على هاد لو باك. وبهكا غادي نساليو لا فيديو ديالنا هنا، وغنقول لكم تلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. خليتكم في امان الله.